لو جينا الموضوع العلمي، انا قلت ان زراعه الاعضاء قائمه على البحث العلمي، وده عشان كده بنقول ان بتقام وبتزار وبتمارس اكتر في المراكز الاكثر تخصصا والاكثر قدره والاكثر خبره والاكثر قدره على العطاء العلمي في اي بلد، سواء متقدمه او بلاد لسه بتبتدي او خلافه. زراعه الاعضاء بدات زي ما احنا شفنا في الخمسينات بالنسبه للكلى، بالنسبه للكبد بدات في حوالي 62 كانت محاولات، لكن اول محاوله ناجحه كانت 67 في بيتسبرغ، وتلاها بقى الاعضاء كلها، وفي نفس السنه كان يمكن كان القلب وخلافه. هل زراعه الاعضاء وجدت لتبقى؟ الاجابه الى حين يعني كبير، يعني لسه قدامنا وقت طويل، لكن مرشح اني تقل اعداد، يقل الطلب عليها في بعض الاحيان، يظهر تخليق اذا صحه الكلمه لاعضاء من الخلايا الجذعيه، ان الخلايا الجذعيه اللي هي قابله ان تتحور الى اي عضو ايا كان ولاي نسيج، وكانت اشهرها كانت في البنكرياس، في شغل كبير قوي عليها ان نحولها الى الخليه بتاعه الايلت اوف لانجرهانز علشان بس هي في السكر كمان علشان تفرز وخلافه، والخليه الكبديه اللي احنا ممكن ناخد الخليه الكبديه السليمه ونحقنها. كان في ابحاث قديمه على الموضوع ده، هو لا مكتوب لها النجاح، لكن بتطور بطريقه اخرى، نحقنها في الوريد البابي عشان تخش في الكبد المتليف الذي لا يعمل او الذي وصل للفشل، فهذه الخليه تتكاثر وتكبر لان الكبد عنده القدره على ريجنريشن وتطوير الخلايا، وبالتالي انها ما تخليناش نحتاج الى زراعه الكبد. الحقيقه ما حصلش النجاح المبهر حتى الان، لكن انت عارف علم زي ما سيادتك عارف ما بيقفش عند حاجه ومستمر، وقد يجيء هذا اليوم، وقد يجيء ما نطلق عليه الماجيك بيل، القرص السحري لمرض ما، انه مثلا التليف احنا نعرف ان عمره ما يرجع للوراء، ممكن اوقفه. حتى مثلا الامريدي فيروس سي اللي حصل له تليف، لانه ذكر طبعا المبادره العظيمه بتاعت 100 مليون مصري، انا بدي علاج الفيروس سي عشان اقضي على الفيروس، لكن لو كان حدث تليف ولو بسيط هو هيفضل موجود. وعشان كده مع ان احنا قضينا على الفيروس سي تقريبا في مصر او في طريقنا، ونزلنا من 12-14% ل 2-3%، وفتحت سن 35-40 تقريبا صفر، وفيروس بي صفر عشان التطعيم الاجباري، ولكن اللي بنشوفه انا ورفعت اكيد وكل زملائنا في التخصص ان المريض يجي لنا، مبروك انت ما عندكش فيروس سي، لكن للاسف عندك كانسر متقدم جدا. ليه؟ لانه كان عنده تليف، خد علاج الفيروس سي، قضينا على الفيروس سي، افتكر ان هو خف، والتليف هو اللي بيدعو لحدوث الورم وليس الفيروس. فمش معنى ان انا قضيت على الفيروس ما تابعش، خاصه المريض التليف سواء كان تليف بسيط لانه بمراحل او متوسط او متقدم. فاللي عايز اقوله اني قد يطلع من ضمن العلم المتقدم اللي احنا مستنيينه القرص السحري اللي يرجع بقى، مش بس يقضي فيروس سي، واحد تاني يخلي التليف يرجع للوراء الى كبد سليم. هيحدث او مش هيحدث هو امال، بس في احلام في هذا، في احلام وفي شغل في كده. انا عايز ده ياخدني الموضوع مهم قوي، احسن ادفوكت ليها في مصر هيكون الدكتور عبد المنعم سعيد لو اجاز لي، وهو موضوع كلينيكال ترايلز، لو اتكلم على العلم بقى، وهو الابحاث الكلينيكيه. الابحاث الكلينيكيه ده ايضا كان جدل كبير جدا، وحصل قانون لسه طالع قريب، اهو ده بقى اللي طلع وتاخر فيه، يعني زراعه الاعضاء لم تتاخر القرحه التنفيذيه. كنا انا ورفعت دكتور عبد الحميد اباظه ومجموعه كدكتور حاتم الجبلي ربنا يمسيه خير مكونها، خلصناه في 6 اشهر صحيح، والازهر كان معانا والكنيسه كانت معانا الاثنين معانا يوميا، فخلصناه في 6 اشهر. لكن الابحاث الكلينيكيه خدنا سنتين ثلاثه مش فاكر دلوقتي بقى قد ايه لحد ما طلعنا اللائحه التنفيذيه. طب بعد ما طلع ايه الاخبار؟ لا، ما زال هناك مشاكل. لو بنتكلم على بحث علمي حقيقي طبي، بحث علمي طبي حقيقي، هو الابحاث الكلينيكيه بمراحلها المختلفه، البري كلينيكال في الحيوانات ما قبل الاستخدام في البشر، ثم في المرحله الاولى والثانيه والثالثه والرابعه ما بعد اتاحه الدواء او العقار، دي مهمه جدا، وبالذات المرحله الاولى والثانيه اللي هم لا يجروا في مصر خالص، وقيل هنا برضو من ضمن ان المصريين مش حيوانات تجارب واني مش عارف واني بيستخدمونا، لا، احنا نقدر نقول ان العلاج الاورام بالذات باعداد كبيره جدا لاغلى العقارات، اغلى العقارات، العقار اللي هو بالافات وبملايين من الدولارات،
في مرضى بيتعالجوا داخل هذه الابحاث الكلينيكيه ويستفادوا جدا وبيخفوا. وتلاقي ان في الغرب بيعالج الامريكاني والانجليزي والفرنساوي والمصري والصيني والافريقي بلا اي تفرقه. فحان الوقت ده برضه طلع من ضمن القوانين اللي طلعت وغير مفعله بالمستوى اللي انا عايز اللي احنا عايزينه. فصدور القانون ساعات بيعقبه عدم تفعيل بالمستوى المطلوب اللي يؤدي الغرض منه على اكبر نطاق. صحيح. فعوده لسؤال سيادتك، البحث العلمي قائم ومتطور وطموح جدا. حان وقت ان مصر بقى، ما احنا لحد دلوقتي الشاطر فينا على الاقل في جيلنا احنا هو اللي عمل بسرعه اللي اتعمل بره، اللي احنا نضيف بقى للعلم دي اللي ناقصانا. فعايز المناخ ده يكون موجود، الابحاث الكلينيكيه تتعمل، احنا عندنا في الفيس 3 بيتعمل مش بطال، لكن برضو مش بعدات كبيره، لكن فيز 1 وفيز 2 وهو العقاره وهو في بداياته بنعتبر انه عيب ان انا اخش ليه ازاي تجرب عليه. طب ما هو بيجرب على الانجليزي وعلى الفرنساوي في بلده وعلى الروسي، هو ما جاليش غير ما تجرب على اخرين، لازم مش كده؟ صحيح. فدي يعني عايزه برضو عاده نظر عشان نضيف للعلم، وليس نكون في احسن الاحوال بناخد الحاجه وننقلها بسرعه، ودي برضو مش وحشه لان دي نوع من الشطاره، لكن الاضافه للعلم هو بتحتاج مناخ تاني، وبتحتاج ارجع اقول تاني تجميع المراكز، من بعصرش المجهودات ولا عشان الاموال الاستدامة. وعشان العلم.